السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم أحبتي. هذا أخوكم ماجد من قناة ألعاب ماجد. حبايبي، اليوم راح نتكلم عن استراتيجية جديدة. البالون كارت خطير، إذا تحط وياه الفريز، تعويدة الفريز يصير أخطر بعد. فراح أدليكم شلون الخطورة مالتهم وشلون يلعبون مع بعض هالكارتين هذولا. وبدون إطالة عليكم، نبدأ على بركة الله. حقيقة كلاش رويال جاي اتأخر عليكم بالفيديوهات، لان تدرون جاي اسوي استراتيجيات احط كارت لا، فلازم اتأخر عليكم بالفيديوهات، اعذروني شوية. احط استراتيجية، اجرب استراتيجية، اشيل كارت واحط كارت، يعني مو شيء ان شاء الله مو سهله. يعني الان صعد البالون والفريز سوا، فراح نجرب هالاستراتيجيه. ندافع شوية مدام صعدوا، فتبغى العملية سهلة. صعدوا اثنينهم بالبورد فوق، هان هو غالبني طبعا، خذ مني اكثر، بس راح ادليكم الاستراتيجية هاي شلون تلعب. 4 و5 نقدر نلعبها الان. 9 لا تلعب الفريز الا لما ينزل الدفاع ماله. بكل سهولة اخذنا البرج ماله، شايفين اخذنا البرج بكل سهولة ماله بالاستراتيجية هاي اللي قلنا لكم عنها. هو عنده كارت السم الحقيقة، جاي يلعب، خل ازيد الاكسير ماله، جاي يلعب كارت تعويدة السم. يعني حتى لو تكتفي وتلعب دفاع تقدر، بس انا راح اخذ البرج الثاني حتى دليكم قوة التعويذة هذه. هو هم جاي يستخدم التعويذة، شايفين فزنا عليه، شايفين اخذنا البرج ماله بسرعة بلمح البصر بالتعويذة. راح نلعب لعبة ثانية حتى ناكد لكم على القوة مالت البالون والفريز شلون اشتغلن سوا. هذا يلعب بالهنت بالكواخ. البالون الان صاعد ويا الفريز، خل نروح ناخذ برج. شايفين بكل سهولة تاخذ منه برج بالبالون والهاي. راح البرج ماله اخذناه. حاليا جاي احط كارتات واطلع كارتات حتى
اسوي لكم الجيش النظامي الاستراتيجيات. هو تعب ان شاء الله، يعني مو ان شاء الله سهله، لا اظن انها ان شاء الله سهله. خلفتك من هالأخ، بس ما أخذنا ثاني، ما يخالف، أخذناهم كلهم، فتك منهم. الآن نروح لاستراتيجيتنا. لا بقيت ال هنصعدهم مرة ثانية. الآن البالون والهاي راح ألعب فيهم مرة ثانية. شايفين؟ هذا الكوخ الثاني اخذناه، البرج الثاني عفوا. راح العب بالاستراتيجية مرة ثالثة، ناخذ الجائزة نشوفها. طبعا استراتيجيات عندي هواي، يعني الله يمكنني ان شاء الله واكثرهم لكم. المعركة الثالثة هذا ما يهمنا، راح الضربانه نفتك منه، تخلصنا منه. شايفين؟ هنصعد البالون حتى نهجم باستراتيجيتنا البالون والفريز. خلص من الكينج هذا اول شيء. الان لعب كوخ ايضا نتخلص منه، لان هذا الكوخ الاكواخ طبعا تسوي تغيير اتجاه بالنسبة للبالون، فلازم نتخلص منها. راح نروح لاستراتيجيتنا. هنشوف شنو يلعب دفاع. لعب بالمينيون، راح اسوي فريز انا طبعا، فريز على المينيون. تهل اخذنا البرج، اخذناه لان قلت لكم يعني استراتيجية ما لها حل. هاي
الساحر راح ياخذ لي البرج. راح اخذ الاستراتيجية، العب استراتيجية ثانية واخذ البرج ثاني. شايفين شو راح غير اتجاهه البالون، لان هذا الكوخ والهاي يعني يأثر على البالون والهاي. وهذا الانتصار الثالث، فانا اقول هاي استراتيجية جبتها لكم، وان شاء الله تحوز على اعجابكم. ربحنا 3 مرات فيها استراتيجية البالون والفريز. حبايبي ان شاء الله ادور لكم استراتيجيات جديدة، وهذا اخوكم ماجد، في امان الله.